مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا على هدى الحبيب. كل عام وانتم بالف خير بمناسبه شهر الرحمه والغفران والعتق من النار. رحمه ربنا لاي انسان في كل زمان ومكان. رب العالمين هو اللي قال ورحمتي وسعت كل شيء. الرحمه نعمه انعم بها الله على الانبياء والعالمين، وشافها سيدنا ابراهيم لما ربنا امر شافها سيدنا ابراهيم لما كان وسط النيران، وربنا امر جند من جنوده يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. سبحانك يا الله رحمن رحيم. شافها سيدنا يوسف لما بكل قسوه رموا اخواته في البير، وربنا امر القافله تمر في صحراء جرداء لا بها زرع ولا ماء، وفجاه يا بشرى هذا غلام. شافها سيدنا يونس لما كان في وسط البحر في ظلمات الليل وظلمات البحر وظلمات باطن الحوت، وفجأة سمع تسبيح المخلوقات تحت الماء، تأكد أن رحمة ربنا معاه أينما كان. لما تعرف أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ثم يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، هتتأكد أن رحمة ربنا معاك أينما أذنب. لما تعرف ان كل مليل بيجي ربك بينادي يا عبادي هل من مستغفر، هل من تائب، هل من ذي حاجه، هتعرف انك لازم كل ثانيه تحمده على رحمته. لما نحس ونستشعر رحمه ربنا رب العالمين الرحمن الرحيم هتعمل ايه؟ اكيد هتشتاق ليه، صح؟ علشان كده تعالوا تكون حلقتنا النهارده عن رحمه ربنا وازاي نستغل شهر رمضان بالرحمه والغفران. انتظروني بعد الفاصل مع الاستاذ الدكتور عصام الروبي عالم من علماء الازهر الشريف. فاصل قصير ونرجع لكم تاني. اهلا بكم اعزائي المشاهدين مره تانيه. نحب نرحب كده في البدايه مع الاستاذ الدكتور عصام الروبي عالم من علماء الازهر الشريف. اهلا بحضرتك يا دكتور. يا اهلا وسهلا، يا مرحبا، اهلا بحضرتك. حضرتك نورتنا النهارده. نور الله حياتك، اهلا وسهلا. الله يكرمك. احنا حبينا النهارده ان احنا بينا شهر كريم ومبارك، حابين نعرف رحمه ربنا. في البدايه كده خالص عايزين نعرف ايه مفهوم الرحمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد سيدي ولدي آدم ولا فخر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، مفهوم الرحمة باختصار شديد كالآتي: الرحمة هي منحة من الله سبحانه وتعالى يتفضل الله بها على عباده المؤمنين ليرحمهم بها رحمة واسعة. لذلك يقول الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. إذن الرحمة عطية من الله، ليس واجبا على الله تعالى أن يرحم أحدا، لكن الكريم سبحانه وتعالى تفضل وتحنن وتكرم وتعطف على عباده أجمع حينما قال كتب ربكم على نفسه الرحمة. وهذه الآية الموجودة في ضوء سورة آل عمران، كتب هنا هل معنى أوجب، هل معنى ألزم؟ لا، وإنما تفضل، لأن الله تعالى لا يوجب شيئا على نفسه ولا يلزم شيئا لنفسه، وإنما تفضل الله تعالى على خلقه باعتبار أنه سبحانه وتعالى هو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. ولذلك افتتح الله تعالى سورة الفاتحة بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. الباء في بسم الله معناها بهاء الله، والسين في بسم الله معناها سمو الله، والميم في بسم الله معناها مجد الله، ولفظ الجلالة اسم للذات العلية. هل تعلم له سمية؟ سبحانه وتعالى جل في عليائه، الرحمن الذي يرحم عباده التائبين، الرحيم الذي يرحم عباده المذنبين، وقيل الرحمن للدنيا، وقيل الرحيم للآخرة، وقيل الرحمن للمؤمنين، وقيل الرحيم للعصاة، ومع كل العباد، مع كل العباد ومع كل، فالله سبحانه وتعالى يرحم الخلق أجمع. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى أنزل إلينا رحمة واحدة نتراحم بها فيما بيننا، وادخر عنده 99 جزءا أو 99 جزءا. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الله سبحانه وتعالى أراد الخير لكل الناس. فنحن نتعامل مع من؟ نتعامل مع الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعبده من الدابة التي ترفع حافرها عن وليدها مخافة أن تصيبه. شوف رحمة ربنا قد إيه. ولو دي مسألة واضحة، يعني أضرب لك مثالا طيبا في هذا المجال. الجنين
حينما يكون في بطن امه. صم معانا بس تليفون. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذه امينه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذه سمر؟ الحمد لله. انا طبعا اول مره اكلمك على البرنامج، مبروك عليكم. نورتينا يا فندم. وعايزه حضره الدكتور. اتفضلي. اتفضلي. اتفضلي يا حاجه امينه سامعينك. ايوه اتفضلي. ازي حضرتك؟ يا اهلا وسهلا. اهلا بيكي، مرحبا، كل سنه وحضرتك. انا بعزك قوي وبحبك في الله. عيني، اتفضلي، احبك الله واعزك. اهلا الله وسهلا. يكرمك. الله يكرمك، الله يكرمك. انا عايزاكم كده على الشاشه على طول كده، يعني ربنا يبارك فيكم يا رب. ربنا يسعدك. كل عام وانتم طيبين. عايز اسمع منك دعاء كده قبل البرنامج ما يخلص، يعني عشان ربنا يكرمنا ويكرم بلدنا ان شاء الله. اللهم امين. حاضر يا حاجه. حاضر باذن الله. شكرا لك يا حاجه. نعود مره ثانيه استاذه سمر، اتفضل، لنتحدث عن مساله رحمه ربنا سبحانه وتعالى في الخلق كيف تكون. خلي بال حضرتك وللساده المشاهدين ايضا ان الرحمه هنا ليست قاصره على المؤمنين، لان الله تعالى يرحم بني ادم جميعا. يلا. يعني الجنين حينما يكون في بطن امه ياتيه غذاؤه من طريق واحد وهو الحبل السري. نعم. يظل الجنين يحيا حياة طيبة مباركة، حياة ليس فيها نوع من أنواع الألم، عن طريق ذلك الغذاء الذي يأتيه من الحبل السري. ثم بعد هذا حينما يولد هذا الجنين، الطبيب يقوم بقطع هذا الحبل السري. هنا إذن أغلق الله أمامه بابا وفتح له بابين، ينزل منهما لبنا باردا في الصيف دافئا في الشتاء، ويظل ذلك الرضيع يأخذ من أمه لبنا حتى سن الفطام. قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، صدق الله العظيم. ثم بعد هذا يغلق الله أمامه هذين البابين ويفتح له أربعا: الماء واللبن والحيوان والنبات. يعيش الإنسان على هذه الأربع طوال الحياة. ثم له بعد هذا موعد. دكتورنا عصام معانا اتصال. اهلا بحضرتك استاذ ابراهيم. معلش يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله. بعد اذنك بس عايز اكلم الدكتور. اتفضل. اتفضل. ازي حضرتك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. منور الشاشه والله. ربنا يخليك. كل عام وحضرتك. كل عام وحضرتك بخير. ربنا يسعدك، كل سنه وحضرتك بخير وصحه وسلامه. اهلا وسهلا. كان عندي سؤال بس بعد اذنك، بما ان حضرتك بتتكلم عن الرحمه. اتفضل. ربنا بيقول في الكتاب العزيز: وقد ربك الا تعبدوا الا اياه، الى طبعا ان وصل الى واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. نعم. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم. نعم. كنت عاوز اعرف بس مفهوم الرحمه هنا، وازاي نتعامل بقى مع اهلنا وابائنا، ولو في حد فيهم ميت ازاي هنوصل له رحمته، الرحمه بتاعته ليه ان شاء الله. حاضر حاضر حاضر. شكرا يا دكتور. شكرا لحضرتك. بارك الله فيك. شكرا. وطبعا بيسأل على معنى الآية القرآنية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم إلى قوله تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الآية دي معناها إيه؟ معناها إن الإنسان واجب عليه أن يكون رحيما بأبويه سواء في حياتهما أو بعد مماتهما. طب بعد يعني الممات؟ طبعا بعد. وده حديث واضح. النبي عليه السلام حينما جاءه يوما سائل فسأله: يا رسول الله، ماذا بقي علي من بر أبوي بعد موتهما؟ يعني حينما مات ماذا أفعل معهما؟ فالسلام قال له: الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعد موتهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. واحدة واحدة كده مع بعض. أول حاجة الصلاة عليهما. ما معنى الصلاة؟ هل يجوز لك أن تصلي نيابة عن أبيك أو عن أمك المتوفاة؟ مينفعش. الصلاة لا يجوز فيها النيابة أبدا. مفيش واحد بيصلي مكان واحد. نعم. ده كلام غير صحيح بالمرة. الزكاة ممكن، الصيام ممكن، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، الحج ممكن، لكن الصلاة والعقيدة وهي قول أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يمكن أبدا أن ينوب أحد فيها عن أحد قولا واحدا. طيب هنا ما معنى الصلاة عليهما؟ معناها الصلاة في اللغة معناها الدعاء. نعم. معناها أنك تكثر من الدعاء لهما بالرحمة والمغفرة كما قال الله
وكن رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إياك أيها الإنسان أن تنسى والديك من الرحمة في صلواتك، في سجودك، في ضراعاتك لله سبحانه وتعالى، في صلواتك، في خلواتك، في ليلك، في نهارك، في يقظتك، في نومك. عليك أن يكون لسانك دائما يتذكر أبويك الكريمين بالرحمة والمغفرة. هاتي السؤال اللي مع حضرتك. السؤال الثاني اللي هو اللي احنا وقفنا عليه. احنا ما جاوبتش على السؤال، انا عايزك تاخد المداخله. المداخله؟ شايفك الان عايزك تاخد المداخله من كنترول. لا اتفضل حضرتك. طيب نكمل يعني؟ اه طبعا. نكمل. اذا الصلاه عليهما ثانيا والاستغفار لهما، وهذه مساله واضحه. النبي عليه الصلاه والسلام لما مات عمه ابو طالب، ورغم انه كان مشركا لم يكن مؤمنا، الحنان والرقه القلبيه استدعت من النبي عليه السلام ان يدعو لعمه، فدعا له كثيرا، وده خطا. رغم أن الله تعالى عاتبه على هذا فقال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ليه؟ لأن ده لم يمت مؤمنا، وبالتالي فما بالك بالوالد المسلم الذي مات مسلما. واجب على الابن أن يترحم عليه. إذن الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما، يعني لو أوصى أحدهما بوصية فهي وصية واجبة النفاذ، واجب علينا أن ننفذها. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. رابعا وإكرام صديقهما. أنا أشوف الوالد مثلا، صديق الوالد من يجب علي أن أزوره وأن أزور عياله وأولاده وأن أفعل الخير الذي كان يفعله أبي، يعني حتى بعد الممات أفضل أنا أصل الخير اللي كان بيفعله، سواء بقى من صدقة أو من زيارات أو وصلة أرحام والدي. يعني في بعض الناس يقول لك يعني أهلي هم أهلي، أبي رحمه الله أو والدي كان يزورهم. أنت واجب عليك أن تزور من كان يزورهم أبوه، وأن تصل أرحام أبيك، وأن تعمل بقول الله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إذن ده معنى الآية القرآنية وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أيضا من جوانب الرحمة مسألة مهمة جدا، أن أتمنى وأرجو الله تعالى من السادة المشاهدين الكرام أن يفهموها. في بعض الناس يتخلى عن أبويه، وربما يلحق أبويه أو يلحق أحدهما بدور المسنين، مع احترامنا الكامل لهذا الدور الكبير الذي تقوم به دور المسنين، هو دور فوق رؤوسنا جميعا، لكن لا نلجأ إليه إلا عند الضرورة. لكن الإنسان حينما يتساهل ويترك أبا أو يترك أمه لكي يودع أحدهما في إحدى دور المسنين تماما، يعني هذه مسألة أنا لا أميل إليها. ليه؟ لأن ربنا يقول في القرآن كلمة جميلة جدا، يقول إيه؟ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. حضرتك أزهرية ودرسة في الجامعة وفهم الدين راح فين وجاية منين، عارفة إن في حاجة اسمها ظرف الزمان والمكان، في حاجة اسمها اسم الزمان والمكان. إيه رأي حضرتك؟ أديكي بقى معلومة مهمة جدا في هذه الكلمة التي جاءت في هذه الآية، لم يرد مثلها قط في القرآن الكريم. إما يبلغن عندك، كلمة تجمع بين الزمنية والمكانية. نعم. في آن واحد. نعم. عندك أي في حياتك، في عمرك، في زمانك، ده معنى الزمان. طب المكانية؟ عندك في بيتك أنت، في إقامتك أنت، في منزلك. يبقى إذن عندك، يبقى عندك أنت. ولذلك الأبناء يجب أن أقول يتفانوا أيهما يضم أباه، لأن الذي يضم أباه في بيته عليه أن يعلم أن بيته مبارك. كاليتيم، اليتيم حينما يحل في البيت يجعل هذا البيت مباركا، والشيطان لا يمكن أبدا أن يجلس على مائدة جلس عليها يتيم إكراما لهذا اليتيم. طبعا مش حسنا قال كده، قال إيه؟ ما قعد يتيم مع قوم على قصعتهم، القصعة اللي هي المائدة، فيقرب قصعتهم شيطان، لا يمكن أبدا للشيطان أن يقربها. ربنا يبارك الزمان والمكان كليهما بالأب بالأم، ولذلك نتفانى في إلحاق الخير بهما، نتفانى في أن نكون رحماء بهما، حين ذاك نكون قد حققنا معاني الرحمة الراقية التي ينبغي أن نتعامل بها مع الوالدين الكريمين. نعم. نعود مرة ثانية للسؤال حضرتك أستاذة سمر لموضوع الإيه اللي كنا بنتكلم فيه، الرضيع اللي هو بينفصل الرضيع عنه باب اللي هو والدته، بعد كده بيفتح له ابواب. بالضبط، هو في بطن الام ياتيه غذاؤه من طريق واحد اللي هو الحبل السري. نعم. طب ولد
هيبدأ يرضع من أمه. بإذن هنا معنا طريقان. طب فطم، ربنا يغلق أمامه البابين أعلى الطريقين ويعطيه أربعا، اللي هو الماء واللبن والنبات والحيوان. يعيش الإنسان طوال الحياة على هذه، فإذا جاءه ملك الموت ومات وخرجت الروح من البدن، انظروا إلى رحمة الله، تفتح له أبواب رحمة. أغلق الله أمامه الأبواب الأربعة، فليس في حاجة إلى طعام أو شراب، وفتح الله له أبواب الجنة الثمانية. سبحانك يا الله. يبقى شوف الكريم سبحانه وتعالى يتفضل علينا بماذا؟ أولا يعطينا بابا واحدا، إذا أغلق فتح مكانه وعوضا عنه بابين، إذا أغلقهما فتح لنا أربعا، إذا أغلق الأربعة أعطانا ثمانية أبواب. سبحانه وتعالى هو المتفضل، هو المتكرم عز وجل. إيه الفرق بين رحمة ربنا ونعمه؟ أعتقد أن الفرق ملموس شوية، يعني حاجات بسيطة عايزين نعرفها. هو شوفي حضرتك، في شيء اسمه تداخل. يعني إيه؟ نعمة الله عز وجل ونعمه قاطبة هي جزء من رحمة الله عز وجل، لأنه لو لم يكن رحيما بالخلق ما أنعم عليهم بنعم. فالذي يتفضل علينا بالنعم بالليل والنهار وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة هو الله سبحانه وتعالى، فنعمه عز وجل تدل على رحمته. ولذلك حينما أرى إنسانا ذا نعمة وافرة، ربنا أنعم عليه بالصحة والعافية، وأنعم عليه بالجمال، أنعم عليه بسم الله ما شاء الله بالمال، أنعم عليه بالبنين والبنات، أنعم عليه بالزوجة الصالحة، أنعم عليه بمتاع هذه الحياة، أنعم عليه براحة البال، هذا الإنسان نال من الله تعالى رحمة. وأيضا الذي لم ينعم عليه في رحمة. معنا تليفون. عذرا أستاذ عصام روبي. أهلا أستاذ فهمي. مصطفى اهلا بحضرتك استاذ. اهلا بندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين. ازيك يا استاذ صبري؟ يا مرحبا. طيب اهلا. ليه سؤال بس للدكتور؟ اتفضل. اكلم الدكتور اسمعك. اتفضل يا استاذ. اسمعك. اتفضل. ازيك يا دكتور؟ يا مرحبا اهلا وسهلا. الله يكرمك. الله ربنا ينفع بك وخبرك. ربنا يخليك. دلوقتي يا دكتور انت بتتكلم عن اللي بيحط ابهاتهم وامهاتهم في دار المسنين. تمام. طب واللي بيضرب امهاته وابهاتهم ويرموهم في الشارع، الرحمه اتنزعت من قلبهم؟ اللي بيروح يضرب امه واخد بالك عند المعاش عشان ياخد قبضها وعشان يرضوا واخد بالك مراته، يا الله مأساة كبيرة. هذا رحمة. انسان شقي اعاذنا الله واياك. هرد على حضرتك. معانا ام عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا كنت عايز بس اسال الشيخ سؤال. بعد ذلك اسال سؤال بس. اتفضل يا فندم. اتفضل. شيخ والله انا يا شيخ عندي ولدين النهارده 4 رمضان وحد سال عليا وحد قال لي قصان طيب طيبه حتى، يعني انا بجد تعبت قوي منهم، كل شويه انا بتوسل لهم واروح لهم وما حدش بيجي لي، يعني انا عايز اعرف الرحمه في كده في ايه. حاضر يا امي. حاضر. قلوبنا معك ان شاء الله. استاذ مصطفى بيقول اللي بيضرب اهله تمام ومفيش في قلبه رحمه من ناحيتهم خالص، بيضرب امه بيضرب امه وربما ضرب اباه. طبعا مأساة كبيره جدا. يعني انا لا اتصور ولا اتخيل يدا تمتد بالضرب والاهانه يا الله على الام على الاب. شفتها بعيني. للاسف هؤلاء الذين يفعلون هذا خلوا من معاني الانسانيه، لم يعد انسانا. هذا مخلوق شقي، لا يمكن ان يكون انسانا. مبادئ الإنسانية أو أدنى مبادئ الإنسانية الراقية أن يكون الإبن رحيما بأبويه. نعم. يا أخي حتى وإن لم تكن رحيما بهما مثلا، على الأقل إياك أن تضرب أحدهما، لكن هذه اليد تمتد بالأذى والبطش والضرب والإهانة، وهذا اللسان يمتد بالسباب والقذف والشتم واللعن للوالدين الكريمين، ده إنسان شقي خاب وخسر وندم. من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يغفر له. يا الله. الجنة تحت أقدام أمك. فحينما يا طب حينما يا دكتور معذرة سؤال هنا، في أمهات يعني هي نفسها صعبة وصلتة اللسان،
وتكون بينها وبين اولادها بتعذبهم بمعنى الكلمه. نعم يعني نعم. الحل معاه ايه يعني؟ في بقى في مثلا ابناء تقول ايه خلاص هي في حالها وانا في حالي، بس اللي بيني وبينها صله الرحم، ازيك يا امي عامله ايه وهكذا. هو اللي انا عايز اقول لك ده. هو يعتبر نفسه الانسان اللي مبتلى بوالد او بوالده يعني سيئه الخلق وذات قسوه او ذو قسوه من الوالد، اقول له انت مبتلى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. نعم. تعامل مع هذا الابتلاء بالصبر باحتمال الكذب بالتحمل، تعامل مع هذا البلاء بقول الله عز وجل ويدرؤون بالحسنه السيئه. يعني ايه ويدرؤون بالحسنه السيئه؟ يعني يجب ان انا اتلقى كل الاذى بيد اليسرى واجعله خلف ظهري، واقدم بيد اليمنى افضل ما عندي لهؤلاء. ولذلك اقول لك كلمه وللساده المشاهدين الكرام، لا عذر لمعتذر بين يدي الله تعالى يوم الدين في عقوقه لوالديه. ما فيش حاجه اسمها عذر يعني، ولا يقول اصلي كانت بتعمل او كان بيعمل، كان امي كانت صعبه، ابي كان فرعون، ابوك بلغ من القسوه ما بلغ، سيدنا ابراهيم، الام حتى ولو سقت اولادها من المر كؤوسا، ابي هو ابي وامي هي امي، ويجب علي ان اكون بارا بهما في كل الاحوال. ولذلك ربنا قال لنا في القرآن أيتين، قال إيه؟ ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. هذه في سورة العنكبوت. في سورة الأحقاف قال الله ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. إيه الفارق بين قوله حسنا وبين قوله إحسانا؟ الفارق أن قوله تعالى إحسانا اللي هو أفعل إفعالا، فعل تفعيلا، فعل فعال ومفاعلة، اللي هي معناها خير يقابله خير، بر يقابله بر، معروف يقابله معروف، ود يقابله ود. يعني أبي حينما يفعل معي خيرا أن أفعل معه خيرا، أمي حينما تعاملني معاملة كريمة لأنها كريمة ومحترمة أنا أفعل معها الكرم والاحترام والعطف والشفقة. يبقى إذن الأب يعمل خيرا والابن يعمل إيه؟ خيرا. يبقى ده خير في خير، بر يقابله بر، عطاء مع عطاء. طب وقوله تعالى حسنى معناها خير يقابله شر، معروف يقابله منكر، حسنة تقابلها سيئة، على النقيض. يعني أنا أفعل خيرا مع أبي وأبي يسيء إلي، أقدم له الخير يقدم لي الشر، أقدم له الإحسان يقدم لي الإساءة، أقدم له المعروف يقدم لي المنكر والتنكر. ماذا أفعل مع كل؟ واجب عليك أن نأخذ بوصية الله تعالى وأن نكون رحماء بآبائنا وأمهاتنا. وأقولها وأعيدها مرة بعد مرة، لا عذر لمعتذر في عقوقه لوالديه. إيانا ثم إيانا أن يتعلل أحدنا يقول مثلا والله أنا ماذا أفعل، المسألة أبي وأبي وأمي، يا سيدي فعلت ما فعلت أو فعل أبوك ما فعل، واجب علينا أن نكون بارين بهما. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى أخذ العهد والميثاق على بني إسرائيل بالبر، فقال وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. ونحن أمة الإسلام واجب علينا أن نأخذ بهذا الميثاق الأخلاقي الكبير وأن نعمل بمقتضاه، كما قال الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تنزع رحمة إلا من شقي. من هو الشقي؟ الشقي هذا المثال الذي ذكره أحد المتصلين جزاه الله خيرا، حينما ذكر هذا الابن الذي يضرب أمه ليأخذ نقودها. تماما، ده إنسان شقي. الشقي الإنسان الذي يعني شوف لا يرحم، لا يرحم أحدا من الناس ولا يرحم أقرب الناس إليه. الشقي الإنسان الذي يعني اقرأ كده الآية القرآنية، الأشقى الذي يصل النار الكبرى. من هذا الأشقى؟ الذي كذب وتولى. الشقي هو الإنسان الذي لا يؤمن بالله حق الإيمان، ولا يحل حلاله ولا يحرم حرامه، وهذا إنسان في الحقيقة مجرم، لأن القرآن فرق بين المسلمين وبين المجرمين، فقال تعالى في سورة القلم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فمعنى هذا أي إنسان يتعدى حدا من حدود الله ولا يحسن الأدب مع الله ولا يحل حلاله ولا يحرم حرامه ولا يقف عند حدود الله فهذا إجرام في حق الله عز وجل. والإجرام معناه الشقاء، أعاذنا الله إياكم. الإنسان يجب أن يترك كل هذا ويكون
ذا لسان طيب وذا قلب خاشع وذا جوارح ساكنة ينتقي الكلمة كما تقولين يا أستاذة سمر. معنا أستاذ محمد. أستاذ محمد. محمد أهلا بك يا فندم. ممكن أتكلم دكتورة عصام؟ تفضلي يا فندم. دكتورة عصام أنا مانيش متعلمة يعني، بس حابة أقرأ في المصحف يعني، متعلمة على قد حابة أقرأ في المصحف بس بغلط، فأنا يعني خايفة أكون بشتال جري، فأنا مش عارفة أعمل إيه. أنا نفسي أقرأ يعني، أنا بقرأ بس خايفة تقولي مثلا لا ما تقرأيش أو كده. أنا حابة أقرأ، فأقول لي يعني مثلا أعمل إيه، أقرأ ولا لأ، ونفسي بغلط حاضر أجيبك يا أم محمد إن شاء الله. وإيه الحديث يا دكتور اللي بيقول مثلا ذكر القرآن وبتاعت عشي يعني، مثلا أنا مثلا أنا فعلا كده أنا تبع الحديث مثلا بتاعت عشي مثلا كده ليه أجرين أو إيه بالضبط؟ إن شاء الله سأعطيك إجابة وافية بإذن الله. معنا فهمي؟ أستاذ فهمي؟ أهلا وسهلا عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضرتك يا أستاذ سمر وتحياتي للدكتور اللي مع حضرتك. ممكن اطرح بس سؤال بسيط عايز الاستفسار من الدكتور. اتفضل. سمعت حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فاذا امراه من السبي تسعى اذا وجدت صبيا في السبي اخذته فازقته ببطنها فارضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اترون هذه المراه طارحه ولدها في النار؟ قلنا لا والله يا رسول الله. فقال الله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. السؤال هنا لحضرتك، الأم المسلمة ترحم ابنها ولو كان كافرا، فهل الله يرحم عبده الكافر؟ وهل عدم إخراج الله للكافر من النار تتنافى مع رحمة الله؟ ماشي كتبت الأسئلة دي. حاضر أشكرك يا أستاذ فهمي، أشكرك. بسمعني كويس، أول سؤال أم محمد بتقول إن هي بتغلط في قراءة القرآن وبتتهته فيه. نعم. في ناس بيقولوا لها لا ما تقرأيش أنت كده يعني غلط حرام، وهي بتقول تعمل إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع الصفرة الكرام البررة. نعم. الماهر بالقرآن أي الذي يقرأه بمهارة بأحكام التجويد بسم الله ما شاء الله بطلاقة وفصاحة مع الصفرة الكرام البررة مع ملائكة مقربين من الله سبحانه وتعالى، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وهنا نقول هذه المسألة بيانها كالآتي، لو أنني مثلا أعلم يقينا أنني أقرأ كتاب الله قراءة صحيحة مجودة فواجب علي أن أقرأه، فالقراءة في حقي مندوبة ومحمودة. ولو قرأها بدون تجويد أما إذا كنت مثلا أقرأ كتاب الله بتلعثم لكن أصل إلى الغاية، أصل بمعنى يعني أتهته وأتتعتم والمسألة فيها شق، لكن أحاول مرة بقدر ما تعظم المشقة بقدر ما يعظم الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى أيضا أقرأه. أما الذين لا يعرفون قراءته أو يغيرون معانيه تماما أو يقعون في ألحان، دعك من اللحن الخفي، اللحن الجلي اللي هو اللغة اللي هو بقى الضمة والكسرة ويبهدل الدنيا، يقول لك وإذا ابتلى إبراهيم ربه ويلخبط الدنيا، يقول له لا 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 لا، الأولى بك طالما لم تحسن أن تستمع للسامع والقارئ، يقولون السامع مثل الحالب أو يقولون القارئ مثل الحالب والسامع مثل الشارب. القارئ الذي يقرأه مثل الحالب والسامع مثل الشارب، وكلاهما مثاب من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال في القرآن عن هجر القرآن إن قوم اتخذوا هذا القرآن إيه مهجورا. الهجر القرآن قد يكون سماعا سماعيا، وقد يكون لفظيا، وقد يكون علميا، وقد يكون عمليا، وقد يكون أخلاقيا وسلوكيا وتربويا، وقد يكون هجرا بمعنى أن يهجره كمنهج حياة. نحن واجب علينا أن نعيش مع القرآن، إما أن تكون قارئا وإما أن تكون مستمعا. وكلنا واجب علينا أن نتفاعل بالقرآن وأن نتعايش به وأن يكون منهج حياة لنا، وأن نتأدب بآدابه وأن نتخلق بأخلاقه وأن نقيم أنفسنا بقيمه. كل هذا واجب علينا.
إذا المسألة الإجابة واضحة حتى يعني تقرأه طالما أنها تجيد. في تلعثم ما فيش إشكالية، بقدر ما تتلعثم بقدر ما تنال من الله تعالى أجرا ومثوبة. لكن لو أنا مش عارف وبلخبط بقى في المعاني والدنيا معايا، في ناس كده أقول له قف عن القراءة وأقبل إلى إحدى القنوات التي يتلى فيها كتاب الله أناء الليل وأطراف النهار وما أكثرها، وكأن الله تعالى أقام الحجة علينا في بيوتنا حتى لا يعتذر معتذر بين يدي الله يوم الدين. يقول له يا ربي القرآن أنا لم أقرأ، أنا كنت أميا، كان في إمكانك أن تأتي بالرموت وأن تستمع إلى القرآن وهو يتلى غضا طريا وأن تشنف مسامعك ليلا ونهارا بكتاب الله، لكنك انشغلت بالتلفون المحمول وتركت كل هذا. طب وأنا نفسي يا أستاذة سمر ندي، احنا بندي للتلفون في أوقاتنا يوميا، ما منا من أحد يوميا مش أقل من 4-5 ساعات. أنا يا سيدي أود أن أقبل يديك، لو سمحت اختصر ساعة واحدة من التلفون والتواصل الاجتماعي الذي لا قيمة له والذي يجلب لنا البلايا والذي خرب بيوتنا ودمر شبابنا وجعلنا في عزلة، الوالد عارف يتكلم مع زوجته ولا الزوجة عارفة تتكلم مع زوجها والأولاد في واد وأنت في واد، تفكك أسري بسبب هذا الجهاز. أقول لك التلفون ده اطرحه جانبا، ولو سمحت وفر حتى نصف ساعة يوميا تعيش فيها مع كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. في عادات مشهورة قوي تقول لك إيه، أنا مش بعرف أقرأ بس بمشي صابعي على المصحف. طب ما ده كلام خطأ. طبعا. خطأ. يعني أنا همشي صفحي على المصحف. جميل. ماذا أستفيد؟ أنا أن أقرأ. طب لا أقرأ. هل أفهم؟ لا. هل أتدبر؟ ده كلام عبث. عادة مشهورة جدا في الأرياف وأبائنا وأمهاتنا. شوف يا أستاذة صبر، النظر إلى كتاب الله عبادة. يا الله. أنا أحمل القرآن كده. حمل المصحف عبادة. حمله عبادة. والنظر إليه عبادة وطاعة. لكن يقول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أنا يجب علي أن أتدبر كتاب الله وأن أعيش به. أنا رجل أمي لا أحسن قراءة ولا كتابة، مش عيب، قدر الله وما شاء فعل، لكن يعني أمرر يدي أو أصابعي على كتاب الله دون أن أقرأ شيئا دون أن أفهم شيئا، هذا عبث ومضيعة للوقت. إذا ماذا أفعل؟ واجب عليك أن تأتي إلى إحدى القنوات التي يتلى فيها كتاب الله وأن تشنف مسامعك بالاستماع إلى آيات القرآن الكريم، طالما ليس في إمكانك أن تقرأ أو لا تعرف قراءة. لكن ما تذكرينه أستاذة سمر ده مضيعة للوقت. نعم. في حاجات كتيرة قوي يعني بتقول طبعا مظاهر رحمة ربنا في كل مكان وفي كل زمان. أنا عايز أعرف بالتحديد مظاهر رحمة ربنا يوم القيامة بعباده بقى. الله. مؤمن وغير مؤمن. انا عارفه طبعا ان هسيب لحضرتك. جميل. بس احنا قبل السؤال ده يا استاذه سمر عاوزين نجاوب الاخ السؤال دخل لانه هو له سؤالان فلسفيان. نعم. وانا اعلم مدار السؤال الذي يريد ان يصل به. نعم. مساله معينه بقول لك طب ربنا دين السؤال الاولاني ذكر الحديث المشهور الام ترحم ابنها ولو كان كافرا. نعم. فبقول لك ازاي بقى ان ربنا سبحانه وتعالى يوم الدين كيف لا يرحم عباده؟ وهل تخليد هؤلاء في النار يتنافى مع رحمة الله؟ الجواب كالآتي، نقولها وبالله تعالى التوفيق، نعم ربنا سبحانه وتعالى أرحم بعباده من هذه الدابة التي ترفع حافرها عن وليدها مخافة أن تصيبه. شوف حضرتك دابة، يعني حيوان بهيم أبكم تماما، حيوان ما فيش عنده عقل تراه يعني يخاف ان يضرب بقدمه وليده الصغير فتراه يرحمه، فيه رحمه، ده مثال. فما بالك بعالم الناس اللي عندها عقل او بعالم الانس. ربنا سبحانه وتعالى كما قال في القران: كتب ربكم على نفسه الرحمه، فهو الرحيم. وسنعرف هذا لو انك تابعت الحلقه معي من خلال الاجابه على سؤال الاستاذه سمر حينما قالت عاوزين نعرف ايه هي مظاهر رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالخلق يوم الدين، سنعرف هذا. لكن هنا اود ان ادخل معك على الشق الثاني في السؤال، وهو طب فيه تنافي بين رحمة الله وبين خلود اهل النار في النار يوم الدين؟ لا، مفيش تنافي مطلقا. فين التنافي؟ ربنا سبحانه وتعالى ارسل الرسل وانزل الكتب وبين الحلال والحرام وشرع الشريعة
وأوضح معالمها وقال لك يا أيها الإنسان كما قال بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. فأنا واجب علي أن أعمل بشريعة الله عز وجل وأن أكون مع منهج الله، فعلت هذا أديت ما علي، لم أفعل هذا ولم أؤمن بالله بل كفرت بالله، النتيجة إيه؟ النتيجة ربنا سبحانه وتعالى حدد ثوابا وعقابا. ربنا سبحانه وتعالى عنده وعد للمؤمنين وعنده وعيد للعصاة وللكافرين، فالمسألة لا تتنافى مع الرحمة. الكلام ده لو ربنا سبحانه وتعالى أخذ عبدا مؤمنا صالحا عبد ربه في دنياه وختم الله له بخاتمة السعادة ثم بعد هذا أدخله النار يا أستاذ سمر، يبقى ده يتنافى مع رحمة الله. يبقى أين عدله؟ أين رحمته؟ أين صدقه؟ لكن هذا لا يمكن أبدا. ربنا سبحانه وتعالى لن يدخل أحدا النار وفي قلبه مثقال من لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله. فبالتالي بالعكس، ولذلك تعالي بقى حضرتك للإجابة على سؤال حضرتك، مظاهر رحمة ربنا يوم القيامة إيه؟ نعد كده مع بعض. احنا هنتكلم فقط على الإذن والسماح من الله سبحانه وتعالى بالشفاعات الثمانية للحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. احنا فقط، فما بالك برحمة الله؟ احنا بنبدأ مثال يعني فقد ما يقره الله، ما يسمح الله تعالى به يوم الدين للنبي محمد، لنرى مظاهر الرحمة. فما بالك بالرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. أول مظهر من مظاهر الرحمة أن الله تعالى يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة العظمى يوم الدين. الشفاعة العظمى اللي هي الناس كلها هلكة وصرعة، والناس ستتمنى حتى لو أنها صرفت إلى النار. الشمس تكون على أدنى الرؤوس، فمنا من يكون في عرقه حتى كعبيه حتى ركبتيه حتى فخذيه حتى ترقوته، ومنا من لا يظهره العرق من شدة غضب الله عز وجل. فالمسألة صعبة جدا، فبالتالي الناس يريدون تعجيلا للقضاء. ولذلك اقرأ القرآن وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. جاثية يعني تحبو على ركبتيها من شدة الأهوال والفزع، من شدة الشدائد العظام يوم الدين. هنا الناس تتوجه إلى أبي البشرية آدم عليه السلام، يا آدم يا أبا البشرية يا أبانا اشفع لنا عند ربك، فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا شديدا لم يغضب مثله قط. لست لها، نفسي نفسي، اذهبوا إلى من؟ إلى نوح، ومن نوح إلى إبراهيم، ومن إبراهيم إلى موسى، ومن موسى إلى عيسى، إلا أن نبي الله عيسى يقول لست لها إلا أنني سأدلكم على التجارة الرابحة، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فهو شفيعكم. فتأتي الأمم كلها جاثية كما قال الله يوم ترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها. تأتي الأمم كلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم طالبة منه الشفاعة، والشفاعة هنا هي الشفاعة العظمى. فالنبي يخر تحت العرش ويقول أنا لها أنا لها، حتى يناديه ربه يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع ولسوف يعطيك ربك فترضى عليه الصلاة والسلام. النبي يقول إيه؟ وأنا لا أرضى وأحد من أمتي في النار. ولذلك القرآن يقول إيه؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. بعد هذا الشفاعة الثانية، شوف الرحمة، الشفاعة الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم. من إنهم أصحاب الأعراف، تعارفت عليهم النار وتعارفت عليهم الجنة، وهم ينتظرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لهم يوم الدين لكي يدخلوا الجنة. الشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم دخلوا الجنة. يا أستاذة سمر، دخلوا الجنة، طب محتاجين ايه بتوع الجنة؟ ايه شفاعة ازاي؟ خلاص تاخدي اكتر من الجنة. دخل الجنة، نعم، احنا هنعمل ايه؟ اقول لك، دخلوا الجنة فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الجنة وطرق عليهم ابوابها ليشفع لهم عند الله ليترقوا من مقام الى مقام ومن درجة الى درجة. سبحانك يا الله. الشفاعة الرابعة شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم أن يدخلوا الجنة. ليه؟ لأن باب الجنة لن يفتح إلا بشفاعة النبي الكريم. تخيلي،
كل الأمم تقف أمام أبواب الجنة. يا رضوان نحن أهل الجنة افتح لنا، يقول أفيكم محمد؟ أفيكم محمد؟ فيلتفت الناس فيما بينهم، محمد النبي عليه السلام؟ لا، يقول لا، حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له رضوان يا محمد بك أمرت ألا تفتح لأحد قبلك. سبحانك يا الله، أنت أول الناس دخولا. نعم. تماما. الشفاعة الخامسة شفاعة السلام لقوم أن يخفف الله عنهم العذاب، دخلوا النار ولا زالوا يعذبون، لكن الله تعالى أراد رحمة بهم. نعم. ومنهم عمه أبو طالب، ولذلك جاء في الحديث إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، ده أهون أهل النار عذابا يوم القيامة. نعم. الشفاعة السادسة شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم أن يدخلوا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، وهم 70,000. منهم حديث الصحابي الجليل المشهور سيدنا عكاشة بن محصن الأزدي رضي الله عنه وأرضاه، حينما قال أدعو الله يا رسول الله أن يجعلني منهم، النبي قال إيه؟ قال يدخل من أمتي الجنة 70,000 بلا حساب، فقال أدعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله، فقال له أنت منهم. تخيلي 70,000. في حديث عند الإمام الترمذي، نعم، وسألت ربي أن يزيدني فأعطاني مع كل ألف، نعم، مع كل ألف 70,000. وفي رواية وثلاث حثيات من حثيات ربي. نعم. شفاعة السابعة والأخيرة شفاعة السلام لقوم أن يخرجوا من النار، نعم، وده عصاة المذنبين عصاة المؤمنين، نعم، وبعدين يغتسلون في نهر الكوثر لكي يكونوا من أهل الجنة. دي رحمة ربنا فقط للنبي محمد، فما بالك بشفاعة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. شكرا لحضرتك أستاذ عصام الروبي، أنا بحضرتك شكرا. نورتنا النهاردة يا فندم. شكرا لحضرتك. ومسك الختام بسنة المصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب، افتح قلبك لينا ليدخل نور سنة نبينا، وجرب تعيش على هدى الحبيب، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.